محمود بيسألها، أستاذ محمود بيسأل حضرتك هل ينفع يطبع حاجة زي أذكار الميت أو الدعاء للمتوفى أو كذا ويوزعها على روح طبعًا ابنه؟ طبعًا بس لي رجاء بس للناس، الله يخليكم عشان إن شاء الله يبقى فتحة خير علينا كلنا. محدش يطبع حاجة إلا لما يراجعها من عالم ثقة أو حد يبقى فاهم. محدش إيه؟ محدش بيرجع. لا كلنا جاهزين للمراجعة، ابعتوا لي أي حاجة، أي حد عاوز يطبع أي حاجة. الحاجات دي مطبوعة جاهزة أرجعها له مجانا وابتغاء مرضات الله. أديني بقول أهو علشان محدش يجي ويعقد ويطبع كتاب. الناس بتروح المكتبات الإسلامية فضيلة الشيخ بيبقى الأذكار دي جاهزة بيطبع عليها اسم الوالد بس. في كتب الحقيقة بيبقى فيها تخريف ايوه طب وبدع واسرائيليات وكلام ملوش اساس، فاحنا مش عايزين ننشر الجهل بقى. ال- ال- الادعيه اللي بيوزعوها في والاذكار اللي هي بتتقفل مش كلها صحيحه.